يقول مسلم بن يسار رحمه الله: كان أحدهم إذا برئ قيل له ليهنك الطهر، يعني الخلاص من الذنوب. وفي الحديث: إن الله لا يبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب. وفي الحديث الآخر: ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا. وهو أيضا يؤجر مع التكفير، مع تكفير السيئات، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صداع المؤمن أو شوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها ذنوبه. وجاء نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث الآخر: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. وفي حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. وقد قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس.